يا ربي ليه كذا صار؟ ليه كذا صار؟ والله لعبنا كان كويس يا أخي، صارت حماسي من أول البطولة. خلاص عادي يا شيخة لا تضيقين صدرك، ارجع للمسلسلات التركية وتركيك من الكورة بس. إلا بنات بسألكم، العويس حارسته متزوج ولا لا؟ أيوة بدينا قلة الأدب الحين. إيه الرجال متزوج وعنده بنت اسمها لطيفة. أجدي أجل بروح الأحوال وغير اسمي وخليه لطيفة. يا عيع مرة مو بوقت مراهقتك يا البزر، كافي المنتخب خسران والعالم منقصة. في راس عند كرة عودة إلى الخلف من جديد، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيمن، لدينا التمريرة إلى سالم 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 ونقلة كرة الخضوع. يا سالم جول. يعني بيفرق هالهدف كذا ولا كذا؟ طالعين يا رجال يا ابوي، العيال ما قصروا وادوا اللي عليهم، لو ما في ايقافات واصابات كان تاهلنا. وصادق اشرف حكيمي، يسعد اشرف، يسعد. مبروك مبروك، فرحنا لكم، لكن اليوم ما حد جانا، كله خسائر بخسائر، وجابت التكفيل، نبي ننقص استراحه. سلامات، وين ربع سنتي؟ يوم دور المجموعات كل الكراسي فل، والان يوم تاهلتوا دور ال 16 ما حد جا منهم. واذا بحيت المغاربه كلهم اللي ساكنين هنا في قطر، اصلا كلهم قطر. تكلم سعودي، تكلم سعودي عشان نفهمك. باش ودنا نفهمك. الحين اغلب المغاربه اللي عايشين في الرياض راحوا قطر عشان يحضروا المباريات، لانه من بعد الدور ال 16 صار الدخول لقطر مره سهل. حتى انا رحلتي بكره مره متحمسه احضر مباراه المغرب والبرتغال. ايوه مبروك علينا هذه البداية، مازال مازال ايوه راحت علينا، يلا مشينا، مازال مازال ايوه راحت علينا، يلا مشينا، مازال مازال ايوه راحت علينا، يلا مشينا، مازال 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 حمرا حمرا. اتحداك يا عيون، المغرب افلموا بكاس العالم ومطلعين اسبانيا من دور ال 16، والحين فايزين على البرتغال بجول. لو فازوا بيكون اول منتخب عربي يوصل نصف النهائي. يا رب تكمل بس. يا رب صفر يا حكم. الحين وراه من تالي الحكام ما لهم نيه ينهون مباراه. الحلال بيزودوا الوقت عشان كريستيانو يسجل. شكل حكم مدريدي، صفر بسرعه، نبغى نضحك على المنتهي. يلا مبروك علينا هذه البدايه، ومازال مازال مبروك علينا هذه البدايه، مازال مازال. يا عيال عيال، جتني رساله يقولون كريستيانو بيوقع مع النصر. وين يا ابوي تحلم انت يا شيخ؟ ما في شيء بعيد عن النصر يا الطاقيه. الأيام بين أتحداك المنتخب البطل. شيل يا طويل العمر، شيل شيل يا طويل العمر، شيل شيل البطولة، شيل. يوم جلدناهم صح صحوا. عاد صدقوني يا عيال، والله ميسي إنه يستاهل صراحة، هذا آخر كأس عالم له وجابه الكفو. والله قهر ياخذها ربع التولة ذا، مشخصنا عشان كريستيانو يا ورع. إلا الأرجنتين كوفت وين وما له حس اليوم. شيل 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 يا طويل العمر، شيل شيل يا طويل العمر، شيل شيل البطولة، شيل شيل البطولة، شيل شيل الذهب، شيل. ما شاء الله مطبخكم اكبر من بيتنا. هواري يا سيستر، معلومه انت تسوي بروستين برا، انت متكو هنا برا. يلا اخوي اخوي، بيت ابوك هو؟ لا لا لا، بيت ابوك اخوي. وش جابك هنا؟ ابغى بروستين. بروستد يا قطو المطابخ، تونا دابين مفطح عند الرجال يا ابن الحلال، العق تجوع انت وجهك. سيستر ما عليش ما عليش، ذيس از دلخر. يلا دلخر يلا. اه 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 اه
هد هد يا ابوي هد هد يا ولد غير اصبر اصبر اي والله يفلمني خل غير نو نو لا شكله زعل يا عيال شكله نعسان يبغى ينام تصبحين على خير يا سعاد ام عاد كفتة سعاد سجل عندك من اليوم ورايح اسمك سعاد سجل اي صح نسيت اقول لكم الوالد كان بطل ملاكمه وتجيها الحاله ما بين وقت ووقت بس ما راح يطلع من هالحاله الا اذا سلمتوه الحزام أكيد سيارة غنم وش تبي ريحتها ينسون مثلاً وهو أكبر مش معرفكم أنتم من ريح الحلال هذا رزق من الله الحين الريحة الخايسة تلزق في عبايتي وع وع وانت صادقة يا عمة حتى أنا تلزق بثوبي أنا ما أدري وش شايفة نفسك عليه أنت احمدي ربك أني فاز لك أنت فاز لنا ترى بخشم الريال يلا انزل تجركلك يلا وش قصك من جركل؟ انزل هنا وافقع وجهك الحين لا 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 ما لها داعي يا عمه وانت تحط راسك براس حرمه مشينا مشينا بس ايش خليه ينقلع يلا يلا اقول لا تهايط خليه ينقلع بس خليه ينقلع تراك كبير يلا. سن يلا 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 روح توكل على الله حسبي الله عليك الله لا يوفق جعلك تنقل بسبع قلبات لا لا تدعين عليه عمه خله امشي امشي الناس ناظر حسبي الله عليك ابو عبيد يدق وش عنده رد عليه شوف وش عنده النشبه ذايبيك الو هلا ابو عبيد هلا عامر شلونك وين عمك ام عاد عمي وش تبي انت والله يا عامر يا بعد حي انا ادري والله اني مخطين عليكم وحسره بتبدي من نزلت لكم اليوم والله وش عندك داق يا قليل المروه ما تسحي على وجهك عقب اللي سويته اذكر والله اذكر والله يا الربع والله اني نادم يوم نزلتك اليوم اصلا ما عليك شرها لو انك كفو كان طلبتك بحق عند الرجاجيل يا بعد حي عامر لا تزيد علي بالحكي والله اني ادري اني مخطي لكن ابشر بلحق وما يلحق
ذبيحة حق لك ولعمتك. ها؟ خلاص أوكي أوكي. لا تنسى الكبدة والكلاوي. والرأس والرأس. والرأس. جيب الرأس معك بعد. الرأس والشرعان يجنك بشلوطاي. يا غنم ريي وقرضك اللي يعود. يا عبد الغفور. سم يا عم. تعال. انت تشوف الطلي الكبير. اشوف ايوه. هذا تروح تاخذه وتذبحه. يا عم هذا الطلي محجوز لزبون مهم عندنا. وش هو؟ زبون مهم؟ ما في زبون مهم خلي يولي. ابيك هالحين طول العمر انا عندي زبون الخاص. تاخذ الطلي وتذبحه وتقطعه ثلاجي وتجيبه يم. يلا اقزع. ابشر يا عم. والله صارت الأغراض تجي لحالها. سكام الخير ولا عمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سلامات وش عندك أنت؟ آه شكرا لك العافية. وش ذو الورد؟ هالورد نعطيه مع أول ذبيحة لأول زبون. بعدين الورد له عدة لغات. الأحمر الحب والأبيض للنقاء والأصفر للبهجة. أقول ليتك جايب جح أزين. ها؟ ليتك جايب جح أزين. عموما كثر الله خيرك ما قصرت. عامر أبيك تصوت لأبوك بسلم عليه. أبشر أبشر. وش ذا؟ هذه ذبيحة جايبها أبو عبيد. وش المناسبة؟ اليوم تهوشت معه أنا وعمتي وجايب الذبيحة رضاوة. عجيب والله. والورد لمين؟ أبو عبيد جايبها مسوي حركات تسويق وكذا يقول أول ذبيحة الأول زبون تيجي مع حباقة ورد. في الحقيقة يا ياسر اللي حصل لك أساءني كثير كثير مرة. يعني أنا صحيح أني ما أعرفك ولا بيني وبينك سابق معرفة، ولكن اللي حصل لك هذا ممكن أنه يحصل لأي واحد من الشباب. يعني ممكن يتعرف على واحدة ويبلش بها وتكون متسلطة ولسانها مفلوت وتصير سالفة مثل سالفتك. ها؟ لكن أنا بصراحة يعني حبيت أواسيك وأطيب خاطرك. أي وجايب لك هدية زينة. تعال معي شوف. على ما تشوف عينك هذه السيارة الهدية، وانت كفو وتستاهل كل خير. الله يطول لي عمرك يا شيخ ويخليك لنا يا رب. والله يا ابو سامي انك علمك طيب وانك رالي العطايا وعلومك كلها طيبة. وهذا مفتاح السيارة معي، والشيخ ما يعطي للمثلك شروات. تستاهل سم. تستاهل. اي يستاهل يستاهل. وابيك تسد اذنيك عن كل اللي ينتقدونك. لكن تعرف وش احلى ما عجبني في هالسياره؟ وشو؟ اللوحه. صور صور. Ha 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 ha!
عطف يا عطف صور صور اسمع يا اخ جورجيو. طيب شكرا كذا انتهى الاجتماع تفضلوا برا. قصده جورجيو ما يفهم ذا الهطف. انا هطف الله يا الدنيا الحين صرت انا هطف يا ابو منال. يا عمر تكفى مشيها لي ضغوطات نفسيه وكذا. خلاص اهدى لا تقعد تتبكبك عند الحسابات ترى تنفضح. ها اسمع يا جورجيو الحل اللي اقترحته لنا ما نفع بالعكس زاد الطين بله. ايوه هذا انت قلتها بلسانك اقترحته يعني انا ما جبرتك على شيء. بعدين انا وش دوري انشر فلانه ماتت قطوتها انشر فلان شرى فروه انشر انا ادور محتوى ولا لا الا هلا منال هلا والله لا ايه خلاص لا اليوم الليل اليوم ايه بعد 12 تمام هذه منال ما غيرها؟ اي هذه منال ما غيرها اللي مسحت فيك البلاط تقول ان عندها رد على ردك تبيني اليوم انشره بالليل. يا حبيبي انت الحين لحست مخنا انت معنا ولا معها؟ يا اخوي لا معكم ولا معها انا مع نفسي انا انسان على باب الله وادور محتوى ابي تفاعل ابي رتويت ابي كتويت ابي نشر ابلش. اسمع انا بديت ارحمك وانت زلقت على واحدة لسانها هالطول وحقودة بكرة ما تدري وش تسوي لك. انا اقترح عليك تطلع معها في بث وبشكل حلو ما يكسرك تتصالح معها وتلم الموضوع عشان تعيش برضو هذا رزق لك. اذا تبيني اكلمها واتوسط لك في الموضوع انا حاضر. عندي بفتتح العروبة على وين الوجه يا عيال؟ كبدة. استرجل ورع وش اللي كبدة؟ اسمها كبدة. وش عرفك انت؟ هذا مطعم ضارب ترند في التيك توك اسمه كذا كبدة مطعم. يعني قصدك هذا جوجل ماب وتقييمات وزي كذا؟ يوه يا قدمك اصلا من باقي ياخذ توصيات مطاعم من جوجل؟ مالك الحين الا التيك توك وسوارم. يعني بيعوا كبدة سوارم. شينا بس ابوك يسبك. صاف لا زحمة اليوم ما أدري. طيب كيف يومك؟ أقول بس طالع قدام لا تفلها. أوف 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 أبوك البشرية الحين ذولي كلهم مواصلين ينتظرون صلاة الجمعة. هلا يبون الجمعة يا ابن الحلال لو إنها ببلاش ذا الأكل ما صفيت سرع. ويييي تلعب بلوت أنت اسمه لاين مو بسرع. يا أبوي لاين ولا طابور ما يهم أنا ميت جوع. يا عيال خلونا نمشي اقرب فول وفلافل زي اللوم. فاهمني شوكوش يلا مشينا بوصلك معي بعد. فلافل خذوني معاكم يلا. فلافل يقلع ام جو القولون يا شيخ. ما عليك منهم اتحداك اللاين البطل الله يسموي. يا معلم ثلاثة صبة شطة طحينة مخلل وكثر الشطة وبيع. لا يا شيخ بيض اقول فكره تكفى. وثلاثة برتقال كبس فاهمني. هلا حسابك 30 ريال. سبحان الله اليوم عبي بنزين ب 30 ريال. يعني عليكم الفطور حبايبي يلا كل واحد ينق 15 ريال. يلا 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 مرحبا امبو. هلا بعد ما افتتح العروبه راحت على خريص الزحمات. مبسوط على التحويل يا ورع؟ مو بتحويل يا سبك هذا تنبيه احلى من التحويل. تشيك ان سوارم في احد معنا هنا باللاين ضايفني وضايفه. وانا اقول ليش الناس كاشخه وفلا امها اضرم جايين هنا يتعرفون على بعض. مش تحس بدل جايين يشوفون ثوبك البني انت وجهك؟ ايه لا تغلط لا افلم بك الان باللاين. سم شوف عام هذه ايه صح نفس الصورة بس الفلاتر مسوية شغل هنا على الطبيعة نص مقشع. ما تلاحظين شيء؟
كان اللاين أطول من الأسبوع الماضي. إيه المحل كل يوم عن اللي قبله قاعد ينشهر. إيه ما شاء الله، وش جربتي عندهم غير الحلومي؟ مرة يعجبني سكرامبلد إكس عندهم. لعيب، عرف كيف يفتح معها موضوع. أولاه ياسر افتح المنيو من جوالك خلنا ذاكر، ترى دخلنا عند المحاسب، أبى أطلب حليب عدني وفشلك. ومن قال لك ما عندهم عدني؟ عندهم بس يسمونه ماتشا. ما شاء الله تبارك الله، حتى عدني عندهم. هذول إلى الحين صافين سنة. بالله تعالوا تعالوا جلس عليهم. بناكل معاهم مرة ثانية. يا أخوي أنت ما شبعت إلى الحين. إيش فيك أنت؟ أنا في الحقيقة نباتي. أول مرة أشوف ولد نباتي. وأنت؟ أنا أكلتي المفضلة الكيتو. الكيتو نظام غذائي الله يصلحك. اسكت فشلتنا الله يصلحك. ليش أنا قلتها غلط؟ تراني سارقها منك. شكلك مالك بالأمور ذي. أدري يا أختي أدري، بس حبيت أضيف جو مرح يقطع وقت الانتظار. الله يطويل. الله يسعدك ضحكتنا. ترى أنا دائما أضحك العيال بالاستراحة. وين محلقة شعرس؟ عند الحلاق. حسب عند الكوفير. بشر، نزلت الإعلان؟ نزلت الإعلان في جميع مواقع التواصل. إن شاء الله رب العالمين بيعوضنا عنها وبيجيب لنا اللي أحسن منها. يلا حبيبي العشاء جاهز. يلا. شكوش، وش ذا الرقم الغريب؟ اسمع، قاعد اكلمك من جوال الرجال اللي خطفني، تراه منزل اعلان وبينقل كفالتي. ام عاد ينقل كفالتك، تستهبل انت. طب ورمت الحاش. الحاش فين؟ الرجال مقفل كل الابواب. خذ الرقم هذا عندك وطلعني من ذا الموضوع. يلا سلام. عاد وش تنتظر؟ دق عليه بسرعة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي؟ معك عامر، نبي نشتري منك شكش، اقصد الشغالة اللي مسوي الاعلان. طيب بكرة الصباح تيجي عشان نتفاهم. لا 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 لا، انا والدتي تعبانة والان بيها محتاجة. بكيفك، تبي نخلص الحين؟ جيتك ولا كنسل؟ طيب الله يحييكم، أرسل لك اللوكيشن. أوكي. فوزية، فوزية. سم. أبشرت، بيجي واحد الحين بينقل كفالتها، خليها تولم عفشة. الله يبيض وجهك ويبشرك بالخير يا رب، أخيرا بفتك منها وتنقل كفالتها. يا ربي لك الحمد والشكر. أبى أروح أكلمها تولم عفشها وقلحها عن وجهي. يا عيال، خوينا في ورطة ولازم نوقف معاه، والحل الوحيد ان ننقل كفالته عليك. وانا وش دخلني فيكم؟ انتم ورطة بحكمك البايخ، ورا ما تنقل كفالته عليك انقله على كفالتي انا عشان امرمطه مرمطه واسوي له خروج نهائي. يا ابوي دزها انت فضيلك بعد. اسمع ياسر، انا طفران وكفته منتف، ما لها الا انت اللي تقدر تدفع الدراهم، اعتبرها دين بردها لك. خلاص اوكي ما عندي مشكله، بس توعدوني ترجعونها خلال شهرين. أف عليك، كفو يا ياسر. 25,000 ريال راحت لحسابك بالتمام والكمال، مع أنها غالية شوي بس وش نسوي؟ يلا. وهذا الجواز والإقامة، وبدخل الموقع وبنقل كفالتها لكم. سبحان الله، شبه شكوش. سلامات. مو بشغلك. أنت الزهل بيتكم، يلا امشي أنت. صندقي. يلعن بليسك، وش اللي صار معك؟ يا أبوي أنت فقي ولا كبتنا؟
يا عيال يا عيال ابغى اتزوج، طلع حمام المتزوجين مره ظلة. بابا ودينا البوليفارد. لا حنا بنوديك المقبره احسن. مهبولة انتي، كم مره اقول استق الباب قبل ما تفتحينه؟ عقل قم، خلصت النوم علينا، ودني سيارة خربانه. وين بتروحين؟ ابغى اروح كوفي مع صديقتي. خلاص خلي خويك تستمرس. ايه بيتهم في البديعه وبيتنا في الشمال. لا يا شيخه اكيد الكافي حقكم بالشمال، مستحيل تروحون كافي بالبديعه، يعني كذا ولا كذا هي جايه للشمال. خلاص خليها تمرس على طريقها. اوريك خليك قدها، الايام بيننا وشاحني تحلم فيه. اقول دزيها بس انقلعي. النشبه ذايبيك، النشبه ذايبيك. على تروك ابشر بي، ارسل اللوكيشن بس. جابك الله بالحالات، لي ساعة واقف وفي واحد مقفل علي، شوف لك حل. حل الموضوع علي. من صاحبة السيارة اللي مقفل على الجيب؟ سراك ان رايت السيارة بنت. اكيد بنت، سيارة صينية وكلها حكات، واضح انها حقت بنت. ايوه سيارتي وما راح اطلعها، انا في اللاين من العصر وبالاخير يجي خويك يخليني اعيدها، خليه ينتظر. سلامات من العصر هنا، رايحين استاد الملك فهد. بايخ. نوف شوفي اخوك عامر جا جا. واضح انك تشترين. ما شاء الله تبارك الله، منورة ام اللاين، وش عندس؟ هذا اللي تعبان ميت نوم، وش جابك؟ انت اللي وش جايبس في الاماكن ذي؟ انا جاية كوفي زي غيري. ايوه اعرفها ذي، نغمة تشيكن. تشيكن ولا لحمة؟ اسمه تشيك ان يا متخلف. ما بشغلي تشيكن تشيك تبن، المهم انه في واحد من اللستة وصل هنا، اعرفها الحركات ذي. يلا انتي قدامي للبيت، ما تقعدين بسرة هنا. وانتي يلا دزيها للبديعة وادعي دعاء السفر. يلا امشي، لا تنظرين، امشي. تشيكن قال امشي، انقلعي انتي. أم عاد وش طببك هناك؟ القهوة ذي معروفة اسمها تناتيش، كل العالم يصفون سرة. ايه سلامات، اسمه لاين. ايه قصدي لاين، ويطلبون آيس دريب. الحين وش الفرق بين الآيس دريب والآيس دروب؟ يا ليل يا عيال تعبت اشرح له ذا الدلخ. اسمه اير دروب، الاير دروب هذا بلوتوث حق القديمين، والآيس دريب مشروب قهوة باردة. وش اسوي؟ كل ما حفظت شيء انساه، المفروض يوزعون كتاب كيف تعيش في الرياض علشان راجع كل يوم. خلاص يا اخوي يا عامر فكنا. الا اخوي ياسر بما انك خبره في الامور هذه، ايش الخطه بكره؟ بكره السبت. اوه يا عيال بكره كل العالم في جارليك كوفي. اوف اوف. طيب دولا عندهم لاين؟ عندهم لاينات ولاين راهي بعد، بس يبيله استعداد خاص. بعد ما افتتح العروبه راحت على خريص الزحمات. مبسوط على التحويل يا ورع؟ مو بتحويل يا سبك، هذا تنبيه أحلى من التحويل. تشيك إن سوارم، في أحد معنا هنا باللاين ضايفني وضايفة. وأنا أقول ليش الناس كاشخة وفلة أمها، أضرب جايين هنا يتعرفون على بعض. مش تحس بدل جايين يشوفون ثوبك البني أنت وجهك؟ إيه لا تغلط لا تغلط، لا أفلم بك الآن باللاين. سم شوف عامر عامر هذه ايه صح نفس الصورة، بس الفلاتر مسوية شغل هنا على الطبيعة نص مقشع. ما تلاحظين شيء؟ كان اللاين أطول من الأسبوع الماضي. اي المحل كل يوم عن اللي قبله قاعد ينشهر. ايه ما شاء الله، وش جربتي عندهم غير الحلومي؟ مرة يعجبني سكرامبلد اكس عندهم. لعيب، عرف كيف يفتح معها موضوع. اوله ياسر افتح المنيو من جوالك خل ذاكر، ترى اذا دخلنا عند المحاسب ابى اطلب حليب عدني وافشلك. ومن قال لك ما عندهم عدني؟ عندهم بس يسمونه ماتشا. ماتشا الله تبارك الله، حتى عدني عندهم. هذول الى الحين صافين سنة. بلا تعالوا تعالوا جلس عليهم. بناكل معاهم مرة ثانية يا اخوي. انت ما شبعت الى الحين،
ايش فيك انت؟ انا في الحقيقه نباتي. اول مره اشوف ولد نباتي. وانت؟ انا اكلتي المفضله الكيتو. الكيتو نظام غذائي الله يصلحك. اسكت فشلتنا الله يصلحك. ليش انا قلتها غلط؟ تراني سارقها منك. شكلك مالك بالامور ذي. ادري يا اختي ادري، بس حبيت اضيف جو مرح يقطع وقت الانتظار. الله يطويل. الله يسعدك ضحكتنا. ترى انا دائما اضحك العيال بالاستراحه. وين محلقش عرس؟ عند الحلاق. حسب عند الكوفير. يو 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 الى الحين ما مشيتوا؟ وش تبي انت تطلع منها بس؟ يا ابويا فاتك نازل 3 فلافل من الاخر ب30 ريال وعجب بسرعه. قصر صوتك يا بزر فضحتنا. الا على فكره عسى مخلف الرجل ليش مقزز؟ ادعي لنا بالثبات بس على هالوقت، ومفروض احنا ناخذ قروش مو بنعطيهم. اقول دزها انت وياه بس. هلا والله بالكاشير البطله، اتحداك يا كشخه. ويلكم يا اهلا وسهلا، وش تحبوا تطلبون؟ وش البست سيلر عندكم؟ يقلع ام المراحل الصعبه. وش ذا الكلمه بعد؟ انت خلك ساكت، خلك جنبي وكل شيء بيضبط. متوفر عندنا فلاورد انجلش اكس ولاك جري بلابيل بصوص الرمان الاستوائي. رمان وفلافل، وش هالمعدة اللي تتهضمه؟ وسبيشل وايت شكشوكة، وأشهر طبق إكسكلوزيف كبدة. كبدة؟ خلاص، عطينا من كل طبق قلتيه واحد. تامر، هم تقول الفلافل تجيب القلون، والآن طالب فلافل. هذيك الفلافل هذه لاكجري فلافيل. فلافيل، تعرفها أنت؟ يا الله جديد تنعلي. حسابكم 300 ريال. وراه 300 فطور. طيبين ربع تعيش حنا. هو صادق، شكل المحاسبين على السرة كله، أقصد اللاين. هلا والله من مطعم البطل. يا عيال، إذا هذه مقبلاتهم، شلون طلبنا إذا جاء؟ هذا هو طلبنا. وش هو؟ هذا اللي ب300 ريال، الله لا يربح. اسكت يا بزر، فشلتنا. إيه بس هذا ما يشبع. مو بلازم تشبع، أهم شيء أفطرنا في محل كبدة محتوى يا ابوي. وبطني ماش، ما احنا نبح، ما دخلنا قروش الا بمباراتنا ضد بولندا، وباقي مباريات هشين ذباب. الحين مباراة المكسيك ضد الارجنتين ولا حد انجانا. وراك توش؟ طيب هد خلاص، باقي لنا مباراة قدام المكسيك. من الحين لمباراة المكسيك باقي 5 ايام، ورانا مصاريف ايجار المتان والشاشة. تدرون بس نقفل ازيال لنا. والله انه صادق يا اخي، مباراتنا جاية مع المكسيك، وبصراحة أنا أخاف نخسر المباراة، نص لعيبتنا مصابين. شو أنت جايبة؟ غدا؟ لا الحمد لله متغدين. متغدين أنتم؟ إيه الحمد لله يعني. كلنا متغدين. غدا الماتش ديال المغرب مع بلجيكا، داك الشيء اللي جبت هاد الرايات هادو باش نعطيهم الكفتة باش نديرهم في المبيعات. هي ولا ما بي؟ إلا هي. سلامات، فجأة كذا طرطني المغربي، شو السالفة؟ يوه نسيت ما علمتكم أمي مغربية. إي وترى أعلنت للمشروع في جروبات خوالي، يعني بكرة الحضور من الآخر. أجل مهنة تكفين. ديما مغرب. سلامات عرس ذا. بلجيكا مشات أرى كندا، بلجيكا مشات أرى كندا، بلجيكا مشات.
انتصار تاريخي لمملكة. هذا المنتخب اللي يرفع الراس، فازوا على بلجيكا واكتبوها كتم ولعبوا مزيان مزيان بالزعب. خير يا ابو عامر، اشوفك متحمس المنتخب المغرب بزياده. ابله شو فرحه العرب فرحتنا كلنا، ولا لا يا نو؟ صح صح اتفق معك. اقول قوم اجيب الشاهي. قومي ان شاء الله. ايش بك يا عامل؟ هديو هي كلها حبه، تبغى تكشف عنها اكشف، ما تبغى برضو بكيفك. الوقت كفيل يبين لك كل حاجه. الوقت كفيل يعني شلون؟ يعني حبيبي مصيرك مع الوقت، تعرف ايش تسبب لك الحبه. طيب صدق هي بسبب مرض خطير الشمنقه حبش اللي ارسلت لي امس؟ ايوه وتسبب اقوى من كده حبيبي. انا خالي مجدي، مجدي ديكا عنده صي الحبه دي، اختها بالضبط. بعد يومين اثنين مسكين من منها طلعت له، تدري ايش سببت له؟ شفاف في الفم، نشفان كده، ما يقدر ينطق، وحتى مسكين لما يوقف يمشي خطوتين على طول طب وطب يطيح لانه جات دوخه. انا نفس خالك مجدي ديكا، في نشفان وفي دوخه. طب شلون هو تعالج منها؟ شلون وش سوى؟ طفى. وشلون مكيفه؟ لا شلون طفى؟ طب مات توفاه الله. يعني غادر الملاعب. سوينا له عزا كبير وكتبنا لوحة كبيرة كده، المرحوم مجدي ديكا رحمه الله. طبعا الناس جهات وكلهم الله يرحمه الله يغفر له، كان إنسان كويس. أما أنت يا عامل لما تموت عزاك ما راح يكمل حتى نص يوم. ليش؟ وش سويت أنا؟ لأنك متسلط ومتعجرف وما تحب الخير للناس. طيب وش سوي؟ لازم الناس تسامحك. كلهم عن بكرة أبيهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. يا وجيه الخير. جزاك الله خير، ممنوع التسول. أنا ماني متسول، ماني فقير، أنا فقير إلى الله. ما أبي منكم فلوس، أبيكم تسامحوني وتحللوني. أنا موات يا أخوان، اليوم دنيا وبكرة آخر. تكفون سامحوني وحلوني، اللي أذيته ولا أزعجته يسامحني ويحللني. تكفون سامحوني يا أخوان، سامحوني. الله يرحم والديكم ويكم سامحوني يا أخوان. راح هذا اليمين يا اخي. يا الله ما ادري ايش فيهم مرتبكين، لو يناولون بشويش والله يمديهم. مشكله حظ الطواقي ما يشتغل لما يلبسون ازرق. اص بس يلا سامر. يلا يلا يا سلام. ها ايش رايك؟ ما مدني اتكلم الا واشتغل حظكم. لا وصاقع فرج المدافع بعد، الله يديمه من حظ. بس مع المنتخب ها يجي الثاني. يجي يلا 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 يلا. سلم عبد المالكي. يلا مالكي روح سوق. يلا كانوا ما سلم فريد. تعال ما في خوف. تعال شوف، هذا كاس عالم سعودي أرابيا أرجنتينا. إن شاء الله سعودي يفوز. إن شاء الله يا رب. روح أيوة ميسي. لا ما يعدي. برافو تنبكتي. يس آه!
افهمونا. اصبر اصبر. ما في تعادل. صارب جاب الثاني. يا شيخ. اسمع، شوف لك بث ثاني، شكل بثك متاخر. وانت اجل تمرين ها؟ يا واحد امشي خص، امشي امشي قدامي امشي، ولا الحقني الحقني الاستراحه. الله الله الله، تقول بطال، تعال معي. ايوه هذا هذا هو. يلا 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 يا عيال. صفر صفر يا اخي، خلصت يا هو. صفر يا حكم، صفر يا فقي. يلا صفر صفر، خلاص يا حكم صفر 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 يا حكم صفر. يلا خلصنا. صفر يا اخي صفر، خلص الوقت، راح امك صفر. صفر اخلص، خلاص خلص. يا جا وقت الجد وندي قبل ند، ما علي من الاسماء بلعب وبشد، بطموح ما لا حد واهدافي الاسماء، ولا جا لا جا وقت الجد وندي قبل ند، ما علي من الاسماء بلعب وبشد، بطموح ما لا حد واهدافي الاسماء الاسماء. لا جاء وقت الجد وندي قبلنا، ما علي من الاسماء بلعب وبشد، بطموح ما لا حد واهدافي الاسماء. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد والشكر. والله انها من اجمل المباريات اللي شفتها بحياتي من 94. يس، بكره اجازه. متذكر من الاختبار. اجازه بس. ايوه اجازه بس. ايوه اجازه بس. ايوه اجازه بس. ايوه دربد النشبه ذا يبيك، النشبه ذا يبيك، النشبه ذا يبيك، هلا يا قلق. تجي الاستراحه يا ابوي، غشت الموضوع، قول له على الكبسه. اقول لك وانت جاي يا عامر، جيب حبه مندي مع الرز. ابشر بي يا كفته، يجيك احلى كبسه انت والقعطيه اللي معك. مع السلامه. ابوك يا الزحمه. تفضل تفضل، افتح طريق يا اخوان. تفضل، كيف اقدر اخدمك؟ عطنا حبه مندي واربع لبن. حبه مندي؟ ايه حبه مندي، وكثر الرز ها، وحط بصل، سلطه مطحون، ملاعق زياده، صفر، اي شيء زياده حطه. ابشر لعيونك. كفو والله. شرفنا اليوم بزيارة الغالي عامر، وهذه كرامة له وعذرنا على القصور. تفضل حياك الله. كفو والله. سموا يا عيال، سموا سموا. ألو. الأخ عامر معاك مرور الناصرية. أنا مالي دخل، طلبت حبة مندي وهو نزل لي مفطح. أبيك تجينا الحين. أبشر أبشر، الحين أجيك. كلوا كلوا يا عيال عادي. خلني انا. الرجال اتهمك انك صدمت سيارته وهربت. قسم بالله ما هربت، هو اللي قال لي ما بي منك شيء، حتى قال لي لو يروح موتر يتالف في دراسك. حضرة الضابط هذا كذاب نصاب، هذا صدمني وانحاش حتى ما نزل من السيارة. ورق قلبت. نعم طال عمرك، تسمح لي بس خمس دقائق، خمس دقائق اكلمه شوي. خمس دقائق كثير. دقيقتين. اوكي دقيقتين تفاهموا مع بعض وأنا راجع لكم. اسمع
تنازل ماني متنازل، لا تقعد تقلب راسي. ها للحين صامل ما تتنازل؟ تنازل ما في منك شيء مره. لا 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 حقك، انا صدمتك واستاهل السجن. لا بسم الله عليك لا تقول ذا الكلام، تكفى بسم الله عليك من السجن. طب اسمع، اذا جاء الضابط تكتب تنازل انك ما تبي مني شيء، اوكي؟ ايه ابشر من عيني دي قبل دي. بس تكفى عندي طلب، ابيك ترشني رشتين بس عشان اروح البيت والحرمه تحبني. قلب علي ما ادري ايش فيها. قلب عليك؟ ايه والله. لا 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 حرام ما تستاهل صراحه، خلاص وقع التنازل واعطيك الرشتين. ابشر يا روحي. طال عمرك خلصنا. يا بابا يا كفته، كلمتوا لك المدير وقلت ابني كفته بيمسك مكاني اليوم، وانت قد المسؤوليه. الله الله بالامانه، الله الله بالنظام، تطبقوا على كل الطلاب بالتساوي عشان اذا توفيتوا يا بابا تكمل مسيره العمليه. هذا حلمي يا ابويا. حلمك يا نم امور. حلمي اني اكمل مسيرتك. اهلا اهلا بحضره المدير. على كفته، اسمع يا كفته، ابيك تصير مثل ابوك بالضبط، تبيض الوجه، فاهم؟ ابيك امين، ابيك حازم، ابيك ذكي، كلها موجوده فيني طال عمرك. كفو. وقف وقف، باي صف انت تدرس؟ ثاني ثانوي. ثاني ثانوي وهذا شنبك؟ انت كبير. هيا هيا روح ثالث ثانوي. هيا ثالث ثانوي. ثالث ثانوي اوكي. يلا يا ولد ادخل. هيا وقف، افتح الشنطه ولا تقاوم. ليش انا شنو مسوي؟ اقول لك افتح الشنطه ولا تقاوم. هيا ايش هذا؟ اعترف. ساندويتش جبن. ساندويتش جبن. هيا هيا روح ولا تعودها. هيا شنو ما تعودها؟ شنو مسوي؟ اقول لك ادخل روح ولا ترى بمنعك من دخول المدرسه. هيا ام عاد كفته وش عندك هنا؟ انا مغطي مكان ابويا، معاكم ممنوعات. سبها سبها، سوي تفتيش المطار انت وجهك. اسكت لا امسك على اذنك الحين. لا لا احد ابوي لا تمس ولا شيء. ايه احنا اخويانك. اخوياني ولا اعدائي؟ النظام نظام. اقول لك خليك على جنب لين افضالكم، ممنوع تدخلوا. ايه ورع انت، ورق قلبت علينا. انا ورع؟ هذا قذف يا عامر، راح ارفع فيك شكوى. لا لا اسمع اسمع خلي علي. يا كفته يا قلبي ويا عمري ويا روحي، مشها يا ابن الحلال عشاني هالمره. وانا اسف اعتذر لك يا كفته، زعلت مني اعتذر لك، بس تكفى الحصه الاولى كيمياء واحبها ودي احضرها. لا تبكي يا عامر انا مسامحك. هيا هيا ادخل ادخل انت وهو. يلا هيا سرعه التفاعل الكيميائي ايش نقصد فيها؟ نقصد فيها انه لكل تفاعل كيميائي سرعه محدده، نقدر نزودها وننقصها حسب الظروف. ارفع يد قبل لا تجاوب. بعدين انت ملاحظ دائما تقاطعني قدام زملائك الطلاب، عيب عليك. ايش رايك تجي بمكاني واروح مكانك؟ ندري انك فاهم كيمياء. ما اقصد يا استاذ، بس الكيمياء لعبتي واحبها وعندي موضوع بسيط ابيك تخدمني فيه. اي موضوع ما يخص ماده الكيمياء تعالي بعد الحصه، خلنا نكمل الشرح لزملائك. يا استاذ الموضوع يخص ماده الكيمياء بس انت هد هد واسمعني، ابيك توديني المختبر، عندي تجربة واثق بالنجاح من زمان. اختراع ايش؟ اختراع محلول يحول الورق الى قماش. الموضوع دارسة يا استاذ ومدركة، بس احتاج تطبيق علمية. تكفى يا عامر بن حيان. عامر بن حيان قوية والله يا استاذ. من زود الحماس بيصير عالم خوينا. بس انت وياه اقطع الصوت خلينا نكمل الدرس. نزل معنا المسح اليوم. العالم عامر بن الحيان براسه. اقول دزها انت وياه لا يقوم البوكس الحين. عالم رايحين ضربات؟ عالم طرقن عن خشمك، تفهم ولا ما تفهم؟ تعاقب. تعاقب انت. تعال يا ابوي اهدى، سيبك منه. ما عليك منهم يا عامر.
حرام توسخ يدينك على المبزرة، سفاهم بس. اي والله صادق. اسكت يا طالب انت ويا. خافوا مني، المسؤولية صعبة. أهم شيء تنفذ الحكم، شغل بزيرين ما نبي، أوكي؟ يا واد عيب عليك، أنا شوكوش كفو أحكام. يا عيال مع بعض، مع بعض الدعم على الدبل، أوكي؟ يلا يلا يا عيال، يلا بدأ بدأ، إي إي كوفو كوفو اللي أعطاني أسد مع كينج يا عيال، مع كينج، إي إي أبراجك يا محر، والله كفو كفو كفو. تامر حمزة وينكم يا عيال؟ كبسوا شيروا ما يفوز. كفو ايه اسودك يا كينج، كفو كفو. يلا نفذ الحكم. اقول لا تكثر كلام، هات احكامك. اقول هد هد بس، شكلك منضغط صح؟ اقول لك لا تكثر كلام، هات حكمك الاول. الحكم الاول، شف ابيك تلبس عباية وداخلها قميص وتحط الطرح البيضة، تطلع بالشارع وتقول انا ميري انا ميري. سلامات يا ابويا، مجنون انت؟ هات حكمك الثاني. خلاص الحكم الثاني، تاكل 5 بيضات بقشورها. لو اموت ما اسوي، عندي حساسيه من البيض. خلاص الحكم الثالث، شفت البرج اللي فوق راسك؟ ابيك تقطعه وتدعمني فيه. مستحيل احلق شعري يا ابويا. خلاص بنفذ حكمك الاول. كفو احكام يا شكش. يا عيال شيروا البث، ترى بالبث ها الحكم يتنفذ بالبث. انا مري انا مري. اي فقي، خلاص نفذت لك الحكم، سري لك. ايش يبقى؟ انت ما في شغل؟ روح شغل. قوم يا واد سري لك. امشي يا واد. ولك عين الطالعيني بعد؟ سلام عليكم. خليكي معي هنا، أنا دافع 25,000، تحسبينها بالسهل كذا؟ أنت وين لقيتها؟ وين لقيتها؟ لقيتها في الشارع العام ترقص مع العمال. ما في رقص. الله لا يبارك فيك اللي ما تستحين. إف إف شريحة المعفنة، أكيد من الرقص وصيعة الوجه. يلا يلا قمي قدامي تروش. يلا يلا. أوكي ماما. جاء إن شاء الله. احنا من اليوم ورايح لازم ننتبه لها زين ونخلي عيوننا عليها عشان ما تنحاش مرتين ثانية. لا تخافين يا بنت الحلال، انا مقفل البيبان وبركب كاميرات بعد. ودخلت حمامنا بعد؟ ورا ما تسبحت بحمامك؟ لا ولا بسرب حقك بعد، هذه مين بصاحية مين بصاحية. لا لا مين بصاحية مين بصاحية، تندي مهبولة مهبولة. وش اللي جايها؟ يلا غرفتك يلا. اوكي بابا، مرة ثانية ما في صوت كبير، أنا روح سفارة. قوم يا واد. أم عاد وش طببك هناك؟ القهوة ذي معروفة اسمها تناتيش، كل العالم يصفون سرة. إيه سلامات، اسمه لاين. إيه قصدي لاين، ويطلبون آيس دريب. الحين وش الفرق؟
بين الايس دريب والايس دروب. يا ليل يا عيال تعبت اشرح له ذا الدلخ. اسمه اير دروب. الاير دروب هذا بلوتوث حق القديمين، والايس دريب مشروب قهوه بارده. وش اسوي؟ كل ما حفظت شيء انساه. المفروض يوزعون كتاب كيف تعيش في الرياض علشان راجع كل يوم. خلاص يا اخوي يا عامر فكنا. الا اخوي ياسر بما انك خبره في الامور هذه، ايش الخطه بكره؟ بكره السبت. اوه يا عيال بكره كل العالم في جارليك كوفي. اوف اوف. طيب دولا عندهم لاين؟ عندهم لاينات ولاين راهي بعد، بس يبي له استعداد خاص. الوان ماشي. نغر حط عليها جل. ها ايش فيك تناظرني كذا؟ افسخ النظاره. صب تبعاقل يا صياد السمك. كافط ملابس البطحه من بين الف طقم. والله انه غالي ب 35 ريال. اكتب وش اوفر سايز المخيس ذا؟ قصت لكم واصله لين ركبتك. يا ابوي تستهب لابس بنجابي انت. ايه خلاص لا تشخصنا. سلامات. هد عليه. تنكت انت وجهك؟ حملت اللوكت؟ لا خلصت بياناتي، بس اوعدك المره الجايه اشحن واحمله وبضيفك بعد. ايش تبي؟ معليش يعني وش قاعد وش السالفه فيه؟ وش السالفه؟ ايه انت وضعك صعب ومتاخر عن المنهج، وبيني وبينك ما اقدر اشرح لك وجوالك جالكسي. انت تعال معنا بس شكل، واي شيء يفوتك خذه من زملائك. يا استاذ ترى الى الان محمل برنامج الكيك. هاي كيكرز. ها شفت؟ الله المستعان. تحمد ربكم يا شباب. ها تحمد ربكم. هلا يا بيي. ايوه يا واد. من معي؟ عيب عليك يا واد، ما سجلت رقمي؟ انا سامر، انتبه لي. انتبه لك؟ عسى اي انتبه لعمري عشان انتبه لك. من انت؟ يا فقي هذا الاتصال جاي لي. ده خويي سامر، انتبه لي. وش السالفه انت وياه؟ ابدا. انا وشوكش متقطعين سماعه واحده. وشو له خساير؟ يو 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 يا عيال، توقعوا أن نوصل قبل 12؟ والله على حسب طلبات اللي قدامنا، نقول إن شاء الله. عامر خليني نروح المقهى هذا، فاضي ما عنده أحد. لا هذا ما نبيه، ما فيه لاين وحركات وسوار. أخس يا عامر وش هالتطور وش الحركات، والله صرنا نعرف. عفو عليك، بس تبيني أسوي تشكلنا الحين؟ يا أبوي أنت جدد باقتك أول يا طفران. يا ولد العم الفزعة مثلي نت. أقوى تواكلة ولا كل اللي عندي 3 جيجا مخلي جوجل ماب إذا ضيعت الطريق. ما تلاحظين شيء؟ كنا اللاين اليوم أطول الأسبوع الماضي. إيه ممكن عشان نزلوا مشروبهم الجديد جارليك كوفي. إيه ما شاء الله. وأنت ما عندك إلا ذا الخطة، اللاين أطول من الأسبوع الماضي. يا أخي غيرها، قل شيء ثاني. خير في شيء؟ لا الله الله يطول لي عمرك ويخليس إن شاء الله. لا فاضي فاضي ما عنده شيء، يمشي يفتح مواضيع باللاينات. So what؟ يا شيخ ما عليك منهم ذول متخلفين. ايوه تقولي لي. ما كان اللاين اطول من الاسبوع الماضي يا اختي. خير ان شاء الله. ايش تبي؟ جاي تسولف؟ قطع يقطع هالاشكال. سو وات وات. مو مكلف شيء له.